أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين، وذلك لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة في أسرع وقت. استضافت مصر فعاليات منتدى الأعمال المصرية البريطاني لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية، ذلك بحضور 30 شركة بريطانية. شهد المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة ما بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين، وذلك لبحث فرص الشراكة والتعاون ما بين مجتمعي الأعمال وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة. من المنتظر أن يسهم المنتدى في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري والذي تجاوزت حاجز 2 مليار دولار، وذلك في العام المالي الماضي 2022-2023، بالإضافة إلى تعزيز التوافق ما بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر. في سوق المال مشاهدين، أنهت البورصة المصرية تعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 1.34% مغلقا عند مستوى 27264 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 0.56% مغلقا عند مستوى 6143 نقطة. في مصعد أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.93% مغلقا عند مستوى 8890 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع ترقب المستثمرين القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطية الفيدرالية الجمعة القادم، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف. صعدت العقود الأجل الخام برنت بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 86 دولار و4 سنت للبرميل، فيما زادت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.4% مسجلة 81 دولار 67 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.95% لتصل إلى $2.52 للتر، فيما أيضا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.3% لتسجل $2.71، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. جدد البنك الدولي التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، خاصة تلك الداعمة لرأس المال البشري، وأيضا المشروعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقة. ذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء أحمد الحشاني بوفد البنك الدولي خلال زيارته الحالية لتونس.